MENA region, that's the MENA region, starting from Morocco والمغرب من الغرب لغاية باكستان وأفغانستان في الشرق. هتلاحظوا حضراتكم إن باكستان والمغرب والجزائر أقل، ولما ندخل شوية نلاقيها أغمق. ده الـ prevalence of diabetes. وفي النص اللي دول الخليج ومصر للأسف دول أعلى معدلات الـ prevalence of diabetes في كل المنطقة. ده اللون الغامق خالص ده أكثر من 15%، مصر فيها أكثر من 16% الآن prevalence of diabetes. فلا بد إن دول المجموعة الجميلة من الزملاء اللي احنا بنعمل معاهم في منطقة من كل الدول، من إيران ومن سوريا ومن قطر ومن السعودية ومن باكستان وهنا الكويت ولبنان. وشايفين الدكتور مرسي عرب قاعد من قدام، الدكتور مصباح عند الجانب هناك خالص في الكورنر، فيعني وهنا اليمن والمغرب وتونس والبلدان كلها. شكرا كثير، شكرا خالص. فدي المجموعة الممتازة اللي احنا بنعمل معاهم، واحنا سعداء بالعمل معاهم. المينا ريجن هي اعلى معدلات عندنا، the highest prevalence of diabetes all over the whole world، العالم سبع مناطق. The tallest bars here بيمثل مينا ريجن. We have the highest prevalence of diabetes all over the whole world. فعندنا مشكلة كبيرة regarding diabetes. الحقيقة أكبر 10 دول regarding diabetes، دي الاستيميتس اللي كانت في سنة 11 والتقدير لسنة 30. زي ما حضراتكم شايفين احنا عندنا كانوا 4 أو 5 أو 6 من العشر الأوائل regarding prevalence من المنطقة بتاعتنا، للأسف الشديد أغلبهم من دول الخليج. دول الخليج فيها أعلى معدلات في العالم، السعودية فيها حاجة زي 24% prevalence of diabetes. ده top 10 regarding the size of diabetic population. مصر للأسف شديد نمرة 9 regarding حجم الديابيتس، regarding the number of persons living with diabetes in the country. عندنا في مصر 7.6 مليون واحد عندهم ديابيتس، وده رقم مروع. للأسف في سنة 2030 it's expected إن مصر تتقدم لفوق مش لتحت زي ما نتمنى. فالنتيجة النهائية إن إحنا هنبقى نمرة 8 مش نمرة 9 للأسف الشديد. المشكلة إنه أكثر من 50% من الناس اللي عندهم ديابيتس بيموتوا قبل سن 60. ده الإحصائيات بتقول كده، وده معناه إن الناس دول بيموتوا في قمة العطاء، الوقت اللي الإنسان يبدأ فيه في العطاء المفروض، يعني قبل سن 60 كده المفروض إنه هو يعني يكون في قمة عطاء، والناس بتفقد في التوقيت ده. ودي مش أسئلة مدمرة للمجتمعات، في الآخر المجتمع بيفقد كريمة الناس اللي هي المفروض إنها تقدم للمجتمع كل حاجة. behind the epidemic الحاجات اللي حضراتكم شايفينها، family history، lack of exercise، the type of food اللي احنا والobesity طبعا. طب احنا